زي أي طالب أعلاوة يغرق مرات في زحمة الكتابات ويبدأ مش عارف كيف يخش في المنهج، يحاول يركز، يحاول ويحاول أعلاوة، لكن من غير نتيجة. بسمع أكاديميا، الموضوع سهل بكرة، تقدر في أي وقت تتعلم من إمكانك، وضغطة زر واحدة تدخلك على عالم غير محدود من الكورسات الدراسية لكل المراحل وعند أفضل المعلمين. أكاديميا، علم بلا حدود. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذا القرآن هو النور، وهو النور الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا الدرداء لما طلب منه الوصية، فقال له: وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. في هذه الحلقة نلتقيكم من مدرسة الشرفاء القرآنية، وفي هذه الفقرة نلتقي بفضيلة الشيخ إبراهيم زغوان المشرف على مدرسة الشرفاء القرآنية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك أخي إسلام وبالطاقم المرافق لك، ويعني نتشرف بزيارتكم للمدرسة القرآنية ونحن وبإتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله تعالى لكم التوفيق. آمين يا رب. بداية فضيلة الشيخ، حدثنا عن المدرسة، النشأة والبدايات. بالنسبة لمدرسة الشرفاء القرآنية تأسست سنة 2000 للميلاد، وهي في الأصل بنيت على قطعة من الأرض مساحتها تقريبا 1000 متر مربع، وهذه الأرض تسمى بالثانية طبعا في لهجتنا الليبية، كانت للمرحوم الحاج مصباح الشريف رحمة الله عليه، حيث أوصى ببناء خلوة لتحفيظ القرآن في هذه الأرض، وبعد وفاته قام ورثته جزاهم الله خيرا بتنفيذ هذه الوصية، فأوكلوا لبعض الأعيان في هذه المنطقة، وكان من ضمنهم الحاج عبد الرزاق مسلم والحاج الصادق الشريف رحمة الله عليه وكذلك المهندس عبد الرحمن القنابة، بجمع التبرعات من أهل الفضل وأهل الخير والبر، وبدأوا في يعني بناء المدرسة، واستغرقت يعني عملية البناء عدة سنوات إلى أن أصبحت جاهزة لاستقبال الطلبة، وتم الافتتاح في سنة 2000 ميلادي. ما شاء الله. عن طريقة التدريس، هو يعني بالنسبة لطريقة التدريس قائمة على عدة أسس، أولها الكتابة، كتابة القرآن الكريم على اللوح، والكتابة على اللوح يعني فيها ميزات كثيرة جدا تمتاز بها عن الكتابة في الكراسة. اللوح يعني مثلا لو تلاحظ أنت تجد اللوح كبير، حجم اللوح كبيرة مقارنة بحجم الكراسة، فلما الطالب يكتب الكلمات على اللوح يكون الكلمات تكون كبيرة الحجم، وهذا يساعد في ترسيخ الجمل وترسيخ الكلمات في الذهن بشكل أكبر مما لو كانت الكلمة صغيرة في الحجم. حتى المشايخ وكذا يقولوا لما تبي تحفظ القرآن ماذا بيك تحفظ من مصحف كبير، لأن هذا أفضل للمخيلة.
من جهة أخرى الكتابة على اللوح يعني استخدام القصبة فيها تمهل وبطء عكس الكتابة بقلم الرصاص. يعني الإنسان لما يكتب أو الطالب لما يكتب بقلم الرصاص تكون الكتابة مسترسلة، يكتب كلمة كاملة أو جملة كاملة دون توقف. أما بالنسبة للوح فإنه يستخدم القصبة هذه والدواية ويبدأ في شني غطس القلم وكتابة كلمة أو نصف كلمة ثم إعادة غطس وهكذا، فهو يكتب بتمهل. والكتابة بتمهل لا شك أنها ترفع من مستوى الخط، يعني تحسن خط الطالب وهذا أمر مهم. أيضا تخليه يتدبر في الكلمات التي يكتبها، وأيضا تساعد على قضية الحفظ وعملية الحفظ. أفضل لما تكتب باللوح على اللوح تخدم جانب الحفظ، هذا التمهل والبطء. فيما يتعلق بالحفظ، هل يلزم الطالب بمقدار معين؟ مثلا المقدار ثم عدد مرات التكرار، هل تلزمون الطالب؟ لا، بالنسبة للحفظ الطالب يحفظ في العادة ثمن، يكتب ثمن واحد، ولكن هناك بعض الطلبة فتح الله عز وجل عليهم وطلبة متميزون فيكتب يعني أكثر من ثمن، على حسب بعضهم يصل إلى ثمنين، بعضهم يصل إلى ثلاثة أثمان، بل بعضهم وصل حتى إلى أربعة أثمان ما شاء الله، فعلى حسب. لكن وبعضهم لا يستطيع كتابة، خاصة المبتدئين لا يستطيع كتابة ثمن كامل، ممكن في البداية يأخذ يعني نصف ثمن أو حتى ربع ثمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم أهدنا الصراط المستقيم. الذي يعرف الشيخ إبراهيم شيخ ويتابع صفحته على الفيسبوك وغيره يدرك اهتمامه البالغ بوقوف الإمام الهبطي، هل تلزمون الطلاب هنا في المدرسة بوقوف هذا الإمام، وما الذي يميز هذه الوقوف عن غيرها؟ طبعا هو لا شك أن معرفة الوقف والابتداء أمر ضروري جدا لطالب القرآن ولكل إنسان يريد قراءة القرآن، لأن الوقف هو نصف التلاوة، وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فالوقف أمر مهم جدا، ومن أبرز الوقوف يعني وقوف الشيخ الهبطي، صراحة وقوف متميزة وكلها وقوف مرضية وموافقة للغة العربية، وهذه الوقوف يعني تساعد الطالب على ضبط المتشابهات، وفيها إشارة أيضا لمعاني يعني خفية في القرآن الكريم. فنحن نلزم الطلبة باتباع هذه الوقوف، لأن هذه الوقوف هي منتشرة أصلا في ليبيا، وأخذناها عن مشايخنا وعن علمائنا، وحتى المصحف الذي يعني نرجع إليه هو متقيد بالوقف الهبطي. ما شاء الله. ختاما يا شيخ، لو سئلت ما هو سر الفتح في القرآن؟ الإخلاص، 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 الإخلاص. إنسان حين يخلص العمل لله سبحانه وتعالى فلا شك أنه هو هذا سر الفتح وسر الحفظ، وكما قيل ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ، سلمكم الله وبارك الله فيكم أنتم وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ومن مدرسة الشرفاء القرآنية وقصة اليوم يحكيها لنا الشيخ ياسين بكر. أهلا وسهلا بكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. اليوم إن شاء الله حتحكي لنا على قصة ذي القرنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا اليوم عن ذي القرنين. هو عبد صالح من عباد الله، كان ملكا من ملوك الأرض الأربع، وآتاه الله الملك وسمي بذي القرنين، قيل لأنه بلغ قرني الشمس المغرب والمشرق، وقيل أيضا لأن أنه كان لديه قرنين من نحاس، وأيضا لأنه ملك الفارس والروم. ما شاء الله. ذي القرنين قد مكن الله له في الأرض وآتاه القوة والعلم وآتاه من الأسباب،
حتى بلغ، وقصته الرئيسية كانت مع قوم ياجوج وماجوج، حيث بنى سدا عظيما استعان به قوم ضعفاء كانوا تحت بطش ومن ياجوج وماجوج، وكانوا يعيثون في الأرض فسادا. وفي بداية قصة ذي القرنين في سورة الكهف بلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة. ما معنى حمئة هنا لعل المشاهد يستفيد؟ هي عين ماء مختلطة بالطين الأسود. ما شاء الله. ومن ثم وجد عندها قوما لا يعرفون الإسلام فعرض عليهم الإسلام، فمن ظلم نفسه واستكبر عن الإسلام فيعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب الآخرة، ومن آمن وعمل صالحا فسوف يعامله معاملة طيبة ويرد إلى ربه فيجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله. ومن ثم بلغ مشرق الشمس، مطلع الشمس، فوجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترا، فقيل أنهم ليس لديهم ما يسترهم من الشمس كالشجر والجبال والكهوف، وقيل أيضا لأنهم ليس لديهم ما يسترون به أجسادهم من الثياب. كذلك وقد أحاط الله بجميع علمه وخبرته. ومن ثم بلغ بين السدين وجبلان عظيمان، فوجد من بين السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، فكانوا يجوج ومجوج يخرج لهم من هذا المكان اللي هو بين الجبلين بين الصدفين، فهم القوم فكروا أنهم إذا جعلوا سدا، يعني كان داروا سدهم غادي، يجوج ومجوج ماش يقدروا يطلعوا لهم. فلهذا استعانوا بذي القرنين، ومن ثم طلب منهم إحضار الحديد اللي هو الحديد المذاب، ومن ثم قال انفخوا فجعل فيه النار وأذابه حديد مصهور، ومن ثم صب من فوقه القطر اللي هو النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا أن يعبروا من خلاله أو يكسروه هذا. سبحان الله. فهذا السد رحمة من الله تعالى لعباده، فإذا جاء وعد الآخرة وهدم السد وهو من علامات يوم القيامة خرج ياجوج وماجوج، وهنا تكون علامات الساعة الكبرى. أحسن الله إليكم وشكرا جزيلا لكم فضيل الشيخ، بارك الله فيك، فتح الله عليك. شكرا لك. وهذا القرآن هو حبل الله المتين، وأهله هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. بهذا المشهد نصل إلى ختام حلقة اليوم، سائلين الله تعالى أن يفتح لنا في القرآن وأن يجعلنا من أهله، والسلام عليكم ورحمة الله. لأن بيت كل حد فينا هو موطنة والمكان اللي تبدأ فيه كل القصص، فمهم يكون فيه أكبر قدر من الراحة والجمال. لهذا نحرص في طابون على أن كل قطعة سجاد ومفروشات نوفروها يتم اختيارها بأقصى عناية، حتى تضيف لمسة أنيقة لبيتك وتعيش معاك أطول وقت. ومهما كان ذوقك، فبنقشاتنا الحصرية وتشكيلاتنا المتنوعة حتلقى المفروشات اللي تشارك في صناعة ذكريات جميلة تقعد معاك طول العمر. طابون، بيتك أحلى بيت. زي أي طالب أعلاوة يغرق مرات في زحمة الكتابات ويبدأ مش عارف كيف يخش في المنهج، يحاول يركز، يحاول ويحاول علاوة، لكن من غير نتيجة. بسمة أكاديمية، الموضوع سهل بكرة، تقدر في أي وقت تتعلم من إمكانك، وضغطة زر واحدة تدخلك على عالم غير محدود من الكورسات الدراسية لكل المراحل وعند أفضل المعلمين. أكاديمية، علم بلا حدود.